أجدد وأنا مهل وأنا طالب، وأنا أبتدئ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض كأنما قتل الناس جميعا صدق الله العلي العظيم. نعنون الآتي إلى جميع السلطات العراقية، نواب والوزراء والقضاء: شهداؤنا خرجوا للعيش وعدم الذل، وطالبوا بحق المظلوم ولم يرضخوا أمام الباطل، ولم يرضخوا أمام الظالم. سبقونا بالفوز الإلهي وجاهدوا أفضل الجهاد، وبقيت دماءهم ومطالبهم وأحلامهم تستنجد للمطالب بها وتخاطب جميع الأبواب. والقانون يتغافل والتاريخ يشهد. وأما اليوم تحاربت السلمية بداخلنا ونشرت وخسرت وأعلنت استنزاف صبرها واستهداف خير شبابها الشهيد حسين عادل وزوجة إحسان طالب، والإعلاميين أحمد عبد الصمد وصفاء السراي، والاستهتار الأخير والاغتيال الجبان، قتل الشهيد تحسين والدكتورة ريهام، والسكوت باقي، والعمل على تضليل الرأي العام باتفاق القيادات الأمنية التبعية، والتستر على القتلة وقتلة الشهداء جميعا، وللحفاظ على النظام نختم الكلام: نستذكر مهلتنا ولم يتبقى منها إلا القليل. احذر: أولا القبض على الجنات وبيان الجهة التي ينتمون إليها. ثانيا إقالة المحافظ أسعد العيداني ومحاسبته. ثالثا إقالة قائد الشرطة رشيد فلية ومحاسبته. رابعا إقالة ومحاكمة مدير أفواج الشرطة، مدير الأفواج علي مشاري. وفي حال إن لم تتحقق هذه المطالب المذكورة أعلاه وعدم الخروج عن الوقت، سنقتلع الحق بأيدينا وتكون لنا صولة لن يتحمل تبعتها أحد. وقد أعذر من أنذر وألقيت الحجة الكاملة. الخطاب موجه بخصوص المؤتمر مال أمس إلى مصطفى الكاظمي: الرحمة والمغفرة للشهداء والنصر للثورة والدماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في الموضوع ننوه مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن زيارة مصطفى الكاظمي يوم أمس إلى محافظة البصرة، وكذلك عن استمرار مسلسل الاغتيالات ضد ناشطي تظاهرات ثورة تشرين، والاستهداف المتعمد من قبل فرق الموت والاغتيالات المنتشرة في العراق بعلم القوات الحكومية، وأحيانا تتم في أماكن تسمى محمية من قبل القوات الحكومية إن كانت في البصرة أو غيرها من المحافظات. زيارة مصطفى الكاظمي يوم أمس توعد من خلالها بإيقاف العنف، بمحاسبة مرتكبي الاغتيالات والانتهاكات ضد الناشطين، لكن هذا وعد من ضمن وعود كثيرة أطلقت من قبل مصطفى الكاظمي للعراقيين بشكل عام والثوار بشكل خاص. منها أول ما بدأ توعد بإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين، أعطى أوامره إلى قواته الحكومية إلى قيادته العسكرية بإيقاف العنف، لكن ما تابعناه بعد ذلك من هذا الخطاب أو من هذا الوعد كان هو مزيدا من استمرار استهداف المتظاهرين الناشطين المدنيين المعتصمين في الساحات أو حتى من يخرج في التظاهر بالعراق. كل هذه الأمور حدثت وهو وعد واحد أطلق من مصطفى الكاظمي، ثم
عقبها بعد ذلك بوعود كثيرة لم يحقق منها شيء. فهل سيتحقق الوعد الذي أعطاه مصطفى الكاظمي للناشطين أو لأهالي البصرة بشكل خاص بإيقاف مسلسل الاغتيالات المستمر ضدهم أو حتى ضد أي من مواطني العراق المنتشرين أو المتظاهرين المنتشرين في المحافظات العراقية المنتفضة بشكل عام؟ هل يستطيع مصطفى الكاظمي أن يوقف آلة القمع؟ إذا كان يستطيع ذلك فما الذي يمنعه من المباشرة بالتنفيذ؟ لماذا ما نراه الآن هو مجرد وعود تعطى أمام وسائل الإعلام أمام الرأي العام المحلي ولا يحقق منها أي شيء؟ تستمر القيادات العسكرية بالانتهاكات، تستمر الميليشيات بالانتهاكات، وحتى هذه اللحظة هي مجرد وعود، فمتى سيبدأ بالتحرك العملي إذا كان ينوي ذلك فعلا؟ من معنا الآن؟ السيد شاكر من بغداد، تفضل يا شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك أخي محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله. أخي محمد أنا أقول لك هاي الحشاك يعني هذه وعود كاذبة، إحنا من 2003 لحد 2020 نعم حكومة أجتنا. نعم. أربعة أو خمس حكومات. زين وكلهم انطروا شعب احنا راح نسوي كذا احنا راح نسوي كذا احنا راح نجيب لكم كذا راح نسوي لكم الكهرباء راح نسوي لكم الشغل راح نسوي لكم البلديات واخر شيء بدول مظاهرات قمع واغتيالات وقتل هذا انت اظني ما يقدر كل شيء يسوي محمد هذا وعود كاذبه وعود متزيفه نعم كل حكي حشاك كذب كذب والله كل شيء ما يقدر يسوي ما لا زال العامري بالحكم والمالكي بالحكم ايش ما يقدر يسوي؟ نعم زين ليش ما حاكم ليش ما حاكم او جر شو اسمه اسعد العيداني ابو البصره للمحكمه؟ نعم ليش ما جر رشيد السليح؟ ليش ما جر الباغين؟ نعم يعني ابو محافظ البصره ما يقدر يحافظ على 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 محافظته وعلى اهل البصره؟ نعم سوى اخي مصطفى الكاظمي شنو اللي سوى؟ والله كل شيء ما قدر يسوي. نعم. غير احنا نقول لك المتظاهرين مثل ما انكتلت الاخت الشهيد البطل الناس الدكتوره ريهام يعقوب. نعم. اشتغلوا. يعني اسد العيدان ايش سوى؟ المالي العبادي عفوا الكاظمي. ايش سوى؟ نعم. راح على بيتها بزارها لا راح حاكم الكتوها لا المتظاهرين يعانون من القمع يعانون من الاغتيال يعانون من القتل المعتقلين يعانون من السجون ويعانون من التعذيب والشعب العراقي أخي محمد ما إلا غير بس رحمة الله عز وجل وأنا عتبي أخي محمد يعني لا في المجال دقيق لا يعني اختصر أرجوك أنا أكون أصدى تنتظر هذا البارحة اللي خابر أبو صادق من برد من يقول أنتم تدينون الدول أو إيران وأمريكا ما تدينونها زين أمريكا أول ما بدت قناة الرافدين وفتحت سيد شاكر فقدنا اتصال مع السيد شاكر من بغداد شكرا جزيلا للمشاركة سيد أبو طه من بغداد تفضل يا أبو طه السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد بالنسبة للسيد الكاظمي نعم الكاظمي بس انطيه وعود زين نعم راح أحاسب فلان وحاسب فلان وحاسب فلان وهو كل القتلة يعرفهم واحد واحد بالأسماء نعم طيب إذا هو ضعيف لهاي الدرجة وما يقدر يسوي شيء ليش باقي بالمنصب هو مو ضعيف أضعف من الضعيف ليش باقي بالمنصب إذن زين هو باقي بالمنصب تصريف أعمال يعني هاي توصيات من الأحزاب نعم سوى كذا من ناجيهم الانتخابات واخذ أراضك واطلع. نعم. زين هو من راح في البصرة البارحة من اجى من أمريكا وطلع في البصرة قبل. نعم. شنو اللي سواه؟
التقوا ويا العالم، التقوا ويا المتظاهرين، هالمتظاهرين هم بالعشرات بدها تروح. زين ابو طه، هل يحتاج مصطفى الكاظمي انه يقعد يلتقي بالمتظاهرين او بعوائل الشهداء؟ طيب التقى بيهم وسمع منهم وسمع من عوائل الشهداء، وبعدين الناس تعبت من الكلام، الناس تريد تشوف افعال، اين الافعال؟ ماكو اي فعل، ماكو اي فعل. اليوم من زارت الشهيده الله يرحمها وقال دمها برقبتي، وقبلها هاشم الله يرحمها وحكى ويا زوجته وقالها دمها برقبتي. زين الى متى؟ نعم الى متى؟ زين يوميا يطلع وعود كاذبه، يطلع وعود كاذبه. يا اخي انت لم ما تقدر وضعيف لهالدرجه هاي، ليش قبلت المهمه؟ نعم قولوا انا ما اقدر يمال لا ليش وصلت لهيك حاله؟ وضحت الفكره يا ابو طه، انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. معنا السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. اهلا استاذ محمد. اولا استاذ عفوا، هاي المظاهرات السلميه يريدون حقوقهم، الاوادم تريد حقوقهم بالقانون والدستور. ولكن يا استاذي ايضا احنا نهنيكم بالعام الجديد الهجري، بالعام الهجري الجديد للقناه والبرنامج. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. يا استاذي الله يسلمك. بالنسبه لزياره رئيس الوزراء ممكن يحل بعض الازمه، يعني مثلا نحاسب اللي خالفوا القانون، المتعاطين، القتلة، ممكن يصرف لهم مبالغ مالية هؤلاء المتضررين، يعني بالنسبة لل يعني مناطقهم اللي تضررت، وكذلك البساتين اللي حرقت يا أستاذي، وتعمير أيضا المساجد اللي هدمت. فهذه مصيبة يا أستاذي أيضا. ولكن يا أستاذي حبيت أسألك عن الإخفاء القصري، ماذا تعني؟ الأوادم تريد أفعال إنسانية وطنية يا أستاذي. ولكن أيضا إحنا يا أستاذي نفس الحالة عندنا أيضا فساد يا أستاذي، لا يسأل عما يفعل يا أستاذي. كذلك إحنا عندنا يعني أدعياء النزاهة يا أستاذي، وعندنا فساد كثير أكثر من عندكم، وكذلك هناك من يسرح ويمرح دون عقاب بالنسبة للبرلمان أو للدستور. تحياتي لكل البرلمان. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. طبعا موضوع الفساد يعني لا يخلو اي مكان في العالم من فاسدين. الدولة الصحيحة هي التي تحاسب، هي التي تعاقب، القانون الحق هو الذي يعاقب، هو الذي لا يميز بين منتمي لحزب او مواطن عادي، بين شخص مسؤول او مواطن بسيط. هذا هو القانون العادل الذي يجب ان يطبق في جميع بلاد العالم وليس فقط في العراق، لكن في العراق هو غائب اصلا، القانون غائب، القانون فاسد، القضاء فاسد وفاشل كما وصفته الأمم المتحدة. وكل ما تفضلت به سيد سعد وكل ما تحدث به المواطنون المتصلون الكرام هو الآن حديث. هل يستطيع مصطفى الكاظمي تحقيق الوعود التي أطلقها؟ هل يستطيع محاسبة قتلة المتظاهرين؟ من هم قتلة المتظاهرين؟ لماذا لم يكشف عنهم حتى هذه اللحظة؟ هل يستطيع أن يسحب السلاح من يد الميليشيات ويحاسب هذه الميليشيات على ما اقترفته تجاه العراقيين؟ هذا السؤال. السيد أبو حسين من الديوانية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخوي محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير، تفضل. عندي مداخلة بخصوص الأخوة المتظاهرين بلادنا. تفضل. يعني تشجيع الحاج المرحوم أبو مهدي اللي بالناصرية. حسب ما يقولون اخوتنا المتظاهرين يقولون دول ما يمثلون المتظاهرين، مو صحيح؟ من هم اللي يقولون؟ المتظاهرين نفسهم يقولون دول ما يمثلوننا. عن منو يتكلمون المتظاهرين؟ اللي منعوا تشييع الحاج ابو مهدي الله يرحمه. ابو مهدي المهندس؟ تشييع اي بالضبط، تشييع رد منعوه. أبو مهدي المهندس طبعاً بالضبط. المتظاهرون قالوا بأنه أبو مهدي المهندس لا يمثلنا. وقتلوا هم يقولون مو احنا مو متظاهر، دول ما يمثلوننا. ليش هو أبو مهدي المهندس كان متظاهر مثلاً يعني؟ لا يا أخي ما كان في الفت. يا أخي وضح فكرتك، ماذا أفهم عليك؟ راح أوضح.
تفضل. اقول لك الشيء الحجي الله يرحمه يقولون احنا دول مو متظاهرين. طيب. واللي حقق سيد ابو حسين. ابو حسين موجود؟ فقدنا الاتصال. ارجو منه يعاود الاتصال مره ثانيه السيد ابو حسين من الديوانيه. انا ما فهمت شنو الفكره اللي تريد توصلها، من باب تتكلم تقول الحاجه ابو مهدي ومدى افهم يعني بقيه الموضوع حقيقه. ارجو منك تعاود الاتصال حتى افهم وجهه نظرك شنو، لانه بصراحه كانت غير واضحه والصوت ايضا كان فيه مشكله. ابو ضرغام من كركوك تفضل. السيد ابو ضرغام من كركوك موجود؟ ما موجود. السيد ابو حسن من بغداد تفضل. السلام عليكم اخوي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يخليك يا ابو. طبعا يعني اقول عاش العراق برجاله. نعم. رجاله اللي يؤمنون به واهل الاصليين. وحي الناصريه والبصره. نعم. واللي حافظ على بلده وارضه وكل شيء به. نعم. طبعا يا اخي محمد دول حكومه احتلال، يعني خليفه من العراقي اللي ما يعرف، دول حكومه احتلال. نعم. ليه الكاظم؟ الكاظم ما يقدر يسوي شيء، ليش؟ لان يعني هو من ضمن المجموعه اللي جت بالاحتلال. نعم. حتى لو يسوي شيء بقيه الاحزاب ما تخلي، اذا افتراض يعني. نعم. بانه صادق بكلامه ما يقدر يسوي شيء. المالكي مسوي له جيش، الحكيم مسوي له جيش، هذا العامري مسوي له جيش، الباقيين كلهم جيش، يعني يقول لك السفينه اذا كثرت ملاليحها تغرق. نعم. هذول يعني ما يهمهم العراق. يعني هسه المي قاطعيه من ايران قاطعه المي على العراق. طيب. تركيا طابه علينا. هم هذول الناس يعني هذول اشراف البصره والناس دي انا قلتها من زمان. قلت لهم من الجنوب راح تصير الحركه الرئيسيه. وبالفعل البصره والناصريه لان اهل بلد. نعم. مو جاي لملوم من غير بلد. نعم. فانا احييهم تحيه خاصه يعني باحترام شديد يعني. نعم. فالعراق ما يلزمه غير بس اهل اخي محمد. يعني هسه لو تحسب حساب حكومات الاحتلال جتي قتلت العلماء، قتلت الضباط، قتلت كل شيء. اي شيء اي شيء يعني مت صله بالعراق قتلوه. نعم. وناهيك عن القتل والتشريد والارهاب الغربيه الدول. فيا عراقيين يا اخواني انا من منبر هذا المحترم احيي رجال الناصريه والبصره، انا قلتها سابقا. نعم. البصره والناصريه اشراف وزلم وزلم ما تقبل عظهم. فانا احييهم وان شاء الله اتحدوا بقيه المحافظات. نعم. معاهم على مود يطردون هذول الناس اللي مو من اهل العراق. أنا أشكرك يا سيد أبو حسن من بغداد للمشاركة. معنا السيدة أم علاء من أبو غريب، تفضلي يا أم علاء. أهلا وسهلا أستاذ محمد، شخبارك؟ الله يسلمك، الحمد لله، تفضلي أختي. بعد عيوني احنا نطالب على المتظاهرين أهل البصرة واللي يعني شنو اللي شبابنا هاي جاي تكتل يعني حلوة داي يقتلوها على شنو؟ هم شنو رايدين؟ رايدين حقوق، احنا ايضا الحقوق رايدين ترى شبابنا. يعني احنا ما رايدين شيء، يريدون يعني مظاهرات سلميه، يعني بالدار يقتلوه، يعني ما خلوا شاب وما قتلوه، كلها احزاب طائفيه، كلها يعني ما الشعب على الحكومه تعبانه. جانا الكاظمي على اساس يعني انا دم الشهداء برقبتي ودم شو عم تسوي يعني هو؟ نعم. يعني الناس وانتم اريد يعني تفضون على هالشباب الحلوه ذات يعني ما حدش يعبر عليهم يعني شو نعبر شو نقول على شبابنا الحلوه البصمه؟ فاحنا ما نعرف شو نسوي. نعم. حتى ناسكم احنا ناشد الاحزاب هاي الناس بالكاظمي يعني يا اهلي الجباق لا تبقوا او نعرف احنا مما يقول ما نعرف حماها من رجلها. نعم. سيدة ام علاء اريد اسالك لو سمحتي، انت تتوقعين الكاظمي يقدر يحل مشاكل العراق، يسحب السلاح من الميليشيات، يحاسب الفاسدين المجرمين، يقدر؟ يقدر شو يسوي؟ ما يقدر. طيب أفضل شيء هو اول قبل هذا الاسبوع هو اربع اشخاص ايراني
الثاني وقال الأربعة كمشهم ماكو ثلاث ساعات أربع ساعات. طيب يعني حضرتك يعني حضرتك تقولين سيدة أم علاء حضرتك تقولين إنه مصطفى الكاظمي برأيك ما يقدر يسوي شيء. طيب هل يجوز أو هل من المنطقي أو صح إنه واحد يناشد شخص ما يقدر يسوي شيء؟ يعني مثلا أنا أناشد مصطفى الكاظمي حتى يخلصنا من الفاسدين، طيب مو أنت تقولين إنه هو ما يقدر أو غيرك، يعني الأمثلة تضرب ولا تقاس. الموضوع انه هل يستطيع؟ اذا لماذا يناشد؟ يعني اكو بعض العراقيين يقول لحد هسه هم يدرون انه مصطفى الكاظمي ما يقدر يسوي شيء، بس يقولون احنا نناشد السيد الكاظمي يحل المشكله الفلانيه. طيب اذا هو ما يقدر يسوي ليش دا يتناشد؟ كل شيء ما يسوي بس حذر على ورق. نعم كل شيء ما يسوي يعني الكاظمي كل شيء، لان هسه العراق والدوله كل العراق كله بيد الانفاق. نعم في ديران أقول الإيران إن الأمريكان عنا على الوالد جينا أمريكي هاي الجثة علينا من الإيران. طيب أنا أشكرك يا سيدة أم علاء من أبو غريب، شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد أبو سارة من ديالى، تفضل يا أبو سارة. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا نبارك الظاهرين. نعم. الجنوب العراق. نعم. وبالنسبة للقتلات المظاهرين هم يعرفون هم ترى يعني أبسط التواحد الزيبة يقول لك المخابرات هي كانت كل نعم هم يكتون المظاهرين ما يريد لها روحة بس لجنة تحقيقية راح نسوي لجنة تحقيقية كتلة هاي العالم تحقيقية كتلة العالم وراحت عندي ما يصير هاي الله ما يقبل. طيب هي وين نتائج اللجان التحقيقية السابقة اللي طلعت بقضايا هواية موجودة بالعراق؟ وين نتائجها؟ خلي يطلعونا يوم يطلعونا واحد حكمه. نعم. ذاك اليوم هذا الجامع البديالة مو طلعوهم براءة. يعني يقول سياسيون موجودون في الحكومة بأنه على سبيل المثال القضايا التي حدثت في العراق من طبعا الأمثلة الموجودة كثير عن قضايا فيها متهمين واضحين مثل نور المالكي على سبيل المثال اللي قبل كم يوم كان يحرض على المتظاهرين. نور المالكي المتهم الأول والأخير بقضية سقوط الموصل، قضية مجزرة سبايكر، وقضية دخول داعش بشكل عام إلى العراق. هذه كارثة من أكبر الكوارث التي شهدها العراق بعد 2003. يعني اللي صاير انه نور المالكي حتى هذه اللحظة يطلع لقاءات وعنده حماية وعنده حصانة ويتمتع بالامتيازات. هذه القضية اعترف بها نواب داخل الحكومة قالوا بأن نور المالكي هو المسبب بكل هذه الكوارث، ولغاية الآن نور المالكي موجود وما حد متقرب منه. إذا كان مصطفى الكاظمي يسعى للتصحيح، يسعى للإصلاح الحقيقي كما يروج، أين هو من هذه الشخصيات؟ أستاذ محمد. نعم. أخي يقول هذا قراعة نظرة. يعني ما يسوي كل شيء، هو أنت يعني ما إنه هو شيء وحاصل كل شيء. نعم. إي لا يسوي لا بد. لا ليرة كل شيء هي تقتل الناس، هي دمرت إيران، 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 إيران دمرت العراق. نعم. نعم، أنا أشكرك يا سيد أبو سارة من ديالى وضحت الفكرة. معنا السيد أبو حسين من الموصل، تفضل يا أبو حسين. السيد أبو حسين من الموصل موجود؟ فقدنا الاتصال مع السيد أبو حسين من الموصل. طيب، خلونا نشوف مع حضراتكم مشاهدينا الكرام تظاهرة حاشدة في شوارع مدينة البصرة خرجت للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين في ثورة تشرين، فنشاهد. Get up! 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 Get
مشاهدينا، النائب في البرلمان علي اللامي قال إن رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي فشل في إدارة الملف الأمني في بعض المحافظات العراقية. قال علي اللامي وهو نائب برلماني إنه من غير الممكن تحقيق أي استقرار حقيقي على أرض الواقع من دون استتباب الأمن، وهو ما يجب على الحكومة التفاعل معه. طبعا نائب آخر في البرلمان وهو النائب باسم خشان أكد أن زيارة مصطفى الكاظمي إلى مدينة البصرة لا تعدو كونها عملية استعراضية شكلية كما يرى النائب باسم خشان. أضاف أن العراق بحاجة إلى قيادة تدخل في صلب المشاكل دون استعراضات، وأوضح أن وضع البصرة مقلق للغاية بسبب الفقر وتردي الخدمات رغم أنها مصدر رئيس للثروة في البلاد، وستكون إن شاء الله الثورة كذلك. يعني الحديث من نواب داخل البرلمان بأنه مصطفى الكاظمي شخصية ضعيفة غير قادر على تحقيق ما يعد به العراقيين، كذلك هو يقوم بعمليات استعراضية كما يرى النائب باسم خشان، كلها ربما لرفع أو تجميل صورته أمام الرأي العام المحلي. لكن بالنسبة للعراقيين الذين يتأملون في مصطفى الكاظمي خير، ما الذي قدمه حتى هذه اللحظة؟ أين أفعال مصطفى الكاظمي على أرض الواقع دون الأقوال التي يخرج بها على وسائل الإعلام؟ السيد أبو برهان من كركوك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة الله محمد. حياك الله أبو برهان، كل الهلا، تفضل. الله يحفظك. بلد أحمد كار محمد. نعم. أكراه إيران لحد الآن، أرض الأراضي الإيرانية. عندي أخ أنا ما أكثر قسمتي بعدين. أسير لحد الآن باقي. أسير لغاية اللحظة؟ والله بتقول يا بداية الأسر كان مركز الحشمتية. نعم. بعدين بكاري جت كم مكان بتقولي من الأحزاب 6000 واحد باقين. والله أعلم. برأيك يا أبو برهان، من موجود بهاي الحكومة أو الحكومات اللي جتي على حكم العراق بعد 2003 اللي يقولون إحنا إيران هي كل شيء عندنا بالدنيا، منو من ذولا يقدر يطالب الإيرانيين بإعادة الأسرى العراقيين اللي عندها؟ أخوي العزيز، المؤتمر الإسلامي المتحدة ولا أمم المتحدة ولكن المؤتمر الإسلامي الناس جونهم يعني الأسرى باقيين بإيران، الله يعني الله ما يقبله، والله ظلمه. أنا فوق 30 سنة ديهم، أبيهم 40 سنة صار لهم. نعم، أنا أشكرك يا سيد أبو برهان، والله يكون بعونكم، والله يرد كل الأسرى العراقيين اللي موجودين عند إيران لا يزالون إلى أحضان بلدهم إن شاء الله في القريب العاجل. السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. دام حضرك أستاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، حياك الله. تحية لك وتحية للقناة، تحية للكادر القناة، تحية للشعب العراقي وتحية للثوار، تحية لشعبنا، كل المظاهرات تحية لهم، كل اللي بالساحات تحية، وعلى رؤوسنا والله الشعب العراقي. والله أستاذ محمد، بالنسبة للكاظمي، الكاظم الأستاذ هو فشل من أول يوم، هو فاشل، ولا ما يقدر حتى يغير، حتى سعد العيداني ما يقدر يغير. نعم. العراقيين لهم حق أن يطالبون برئيس وزراء يحميهم ويحمي دماءهم، فالعراق لا يتوفر بها رئاسة، العراق لازم يحكمه واحد شجاع، لا يكون من هذه النماذج. بعدين من 2003 لم يأتوا برئيس أصلا، كلها نماذج بايسة، كلها خونة. نعم. مجموعة وإحنا شفنا زيارته، هذه الزيارة البايسة التي قام بها الكاظم وخضوع الكامل للنظام الإيراني وتبعيته. هو ما عنده مشكلة، أهم شيء هو الخامني والخونة والعملاء. فعلى الشعب العراقي أن يواصل ثورته وأن يوحد مطلب، إسقاط الكاظم أول شيء، إسقاط الكاظم، لأن الكاظم هو رأس الإجرام، وهو أتى من منظومة فساد أستاذ محمد. نعم. ولن يفرحوا العراقيين إلا بإسقاط هذا النظام، ما أسعد العيداني والياحي ولوي الياسري، هذه كلها ولا شيء، أهم شيء إسقاط النظام كامل. وتحية لك. شكرا جزيلا سيد أبو فيصل من السعودية. مشاهدينا الكرام، نود الآن أن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. ليس هو المتهم، احنا المتهمين، لا بدله لا جامعه، هتفونه بيده وجهازه، يعني ماكو شيء. مهزله، هاي مهزله، مهزله القضاء. القضاء في محافظه ذقار اصبح مهزله، القضاء اللي حاليا يقودون احزاب اصبح مهزله، ثوار
محافظة ذي قار وعوائل الشهداء خرج غاضبين من محكمة استئناف ذي قار ويطالبون من محكمة استئناف ذي قار القصاص العادل بالمجرم صاحب مجزرة جسر زيتون. يعني بشرفكم يطوب للقاضي بطلون وقميص، بطلون وقميص وهتفون بإذانه وأسلسة ثلاثة بإيده. شنو من المتهم هذا؟ احنا منتهمين، مو هو، هو المشتكي علينا مو احنا المشتكين عليه. ماكو هيك مهزله، ماكو هيك مهزله. يعني الشيء اللي صار اليوم مهزله بحق قضاة محافظه ذي قار، مهزله بحق القانون. منتهم بقتل متظاهرين وأحد الشركاء بجريمة جسر الزيتون، يدخل للقاضي ببطرون وقميص وهتفون بالإذان وأجهزة ثلاثة بالإيد ومن دون جامعة. ها هي المهزلة، نعم مهزلة حقيقية. الآن ثوار ساحة الحبوب يتوجهون نحو باب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا نكرر، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة وأيضا من خلال خدمة الواتساب. بالنسبة للرسائل الواردة على الواتساب سنقرأها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة، قبل نهايتها طبعا في الأوقات المتبقية من نهاية الحلقة، لكن نبقى مع استقبال الاتصالات. الآن معنا السيد أبو كريم من الفلوجة، تفضل يا أبو كريم. السيد أبو كريم موجود؟ فقدنا الاتصال. أبو هبة من الناصرية، أبو هبة من الناصرية موجود السيد أبو هبة؟ ما موجود. طيب طبعا مشاهدينا الكرام، بس يعني نقرأ لحضراتكم أيضا البيان الذي خرج من اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. طالبت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الهيئات والقوى والشخصيات الوطنية وشيوخ العشائر في العراق بالتحرك للتضامن وإسناد متظاهري محافظتي البصرة وذي قار. قالت اللجنة إن إنجازات المتظاهرين في الناصرية والبصرة سيسجلها التاريخ، كما دعت اللجنة جميع العراقيين للتضامن مع ثوار تشرين ومساندتهم في جميع المحافظات تمهيدا لإنهاء الهيمنة الإيرانية على العراق. وحثت اللجنة المتظاهرين على تجنب الاحتكاك بالقوات الأمنية الحكومية وتشكيل لجان شعبية لحماية المتظاهرين والناشطين من عمليات الاغتيال التي تنفذها الميليشيات. كان هذا مقتضب من بيان اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. عاد السيد أبو هبة من الناصرية مرة أخرى، تفضل يا أبو هبة. أبو هبة حياك الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، حياك الله. حبيبي. نعم. أي وزير أي برلماني يهدد الناصرية خليه هذه إله يتحكم بها. نعم. الناصرية ما حد يقدرها بالمناسبة يعني. نعم. نعم. وإذا أثرنا درنا. أي وزير وأي برلماني وأي نعم. شيكون الآن مدينة الناصرية مين. الآن مدينة الناصرية يعني، بس سؤال سريع سيد أبو هبة، محررة من هاي الأحزاب ومن مكاتب الأحزاب. طيب الوعود اللي يعطيها مصطفى الكاظمي لمحاسبة قتلة المتظاهرين، إحنا ليش دا نشوف لغاية اللحظة كمثال جميل الشمري اللي ارتكب مجزرة بالناصرية، لغاية اللحظة هو موجود حر طليق يتمتع بالمنصب، إيش وقت يقدر مصطفى الكاظمي يحاسب أو شلون؟ نعم. تفضل. في اربيل هذا احنا المشكله عندنا، اي قائد اي شيء يسوي له شيء قبل اربيل. هذه احنا ماشي عندنا. بالمناسبه احنا جميل شمري وغيره انا شمري، واساسا هو مو شمري. هذه بالمناسبه نعم، هاي المعلومه جديده علي على القناه، يمكن هو مو شمري بالمناسبه يعني. لعد منين هو؟ لقد جابه ومن يمه. ها؟ منين هو لعد؟ والله مو شمل قسما بالله. طيب انت او باكر قاعد اخبرنا، قاعد اخبرنا مجلسك الكونيه مالتك. نعم.
أبو هيبة، حضرتك دا تقول إنه إحنا بعد ما نتهدد من قبل المسؤولين، شنو نوع التهديد اللي دا يتعرض له أهل الناصرية الآن؟ الناصرية ما سؤال شنو نوع التهديد اللي دا يتعرض له أهل الناصرية الآن؟ شنو التهديدات اللي دا تواجهوها؟ هو تهديد هسه إحنا متظاهرين بالحقوقي البارحة انفجار. نعم. عندنا تقريبا بالستة أو سبع مصابين. نعم. تبذير. نعم. من الأحزاب. نعم. شنو الخطوة الجاية للمتظاهرين بالناصرية يا أبو هبة؟ إن شاء الله خطوات يعني أكبر من عندهم دول الصراحة وماكو أكبر من عندهم راح تصير. زين. وبالمناسبة الكاظم أول واحد أنا يمكن بالحراسة أكرها. أول واحد قطع راسي أنا وطبيعي. بس الأحزاب ما خليه يشتغل. أول واحد قطع راسي أنا. نعم. الإنسان خلوه يشتغل، خلينا نشوف الفعل ماله شنو. راتب عادي عندي أنا بالآجار وعندي منير وعندي عائلة. بس أنا أقول يمكن الحق وياه من قطع راسي. حتى أنا كنت أخذ راتب مال عاطلي. نعم. قطعوه. وحولوا على التقاعد. نعم. مو وانا اتمول 56 يعني حتى عماله ما بيه. نعم الله يكون بعونك. انا هسه كاظم انا بالنسبه لي مو احبه لا اكرهها والله. نعم. بس احنا ما شفنا من عنده اي سياسه استاذ محمد. ما كنا يعني هسه اكو تلاعب في الموضوع. ما نعرف. يعني راح مصطفى الكاظمي سيد ابو هيبه، مصطفى الكاظمي راح للبصره ووعد بمحاسبة القتلة المتظاهرين ووعد بإيقاف العنف ضد المتظاهرين وموضوع الاغتيالات المستمر بالبصرة. طيب هو صار له قد يوعد الناس بإيقاف العنف ضدهم ويوميا نشوف بالتظاهرات القوات الحكومية تعتدي على المتظاهرين، ميليشيات الأحزاب تعتدي على المتظاهرين. هاي الوعود اللي يطلقها مصطفى الكاظمي على منو يريد يقنع؟ على منو يريد يضحك اذا الوصف كان صحيح؟ والله يضحك على نفسه ويضحك على الباقي. استاذ محمد راح يلبس كلمه اخيره يعني. تفضل. قسما بالله ما دام ايران موجوده بالعراق ما يطفو العراق بعد 100 سنه. نعم. 100 سنه صحيح. والله ما دام الميليشيات وايران موجوده بالعراق ما يطفو. أنا أشكرك يا سيد أبو هبة من الناصرية، شكرا جزيلا للمشاركة معنا. السيد أبو كريم من الفلوجة، تفضل يا أبو كريم. السيد أبو كريم من الفلوجة موجود؟ هاي ثاني مرة. طيب أبو حسين، مين أبو حسين؟ من الموصل، تفضل يا أبو حسين. أبو حسين من الموصل. من موصل من سين احنا واليابا. سيد أبو حسين تفضل. موجود سيد أبو حسين من الموصل؟ فقدنا الاتصال. طيب نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام. لدينا رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع أستاذ محمد المحترم. العراق عايش تحت رحمة الله، والأحزاب والميليشيات هذه العصابة خدم الاحتلال، صهاينة العرب في العراق والخضراء. وضع العراق يحتاج إلى جيش قوي يأخذ دورة لحماية سيادة البلد وحماية الشعب. زيارة الكاظمي للبصرة مجاملة تزيد الطين بلة. تحتاج البصرة للجيش وجهاز مكافحة الإرهاب لدحر الأحزاب المخربين وميليشياتهم. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا يا سيد أبو حاتم. أبو حسين من الموصل، تفضل يا أبو حسين. نعم. أبو حسين. ألو. يا نعم أسمعك. تفضل يا أبو حسين، حياك الله، أنا هم أسمعك. تفضل. يا أبا نحن من الموصل، الله يحفظك يا ما هو هاي الموصل خلي خرابة هي ما يديرون بال عليها. بس كانوا يفتحون هاي الخرابات يشيلوها. يعني إيش مغضوب عليها أشي. أبو حسين ما أفهم عليك، شنو الموضوع؟ اليابا من الموصل احنا، هسه هاي الموصل من يعني كنا شو الموصل والله تجي على هاي المناطق القديمه ولا تشبقها. نعم. يا اخوي. نعم. الموصل هاي المناطق القديمه ما يجون يعملوها
ما يصير في العالم يعني هاي العالم نعم. جنب عشي نعم هذا لا يكون تعويض للعالم كل خطب القديم والله تشاء نعم الله يكون بعونكم يا أبو حسين من الموصل يعني الدمار اللي صار بمدينة الموصل وتحديداً الجانب الأيمن تجاوز 95% والأهالي مشردين ولا تزال حتى هذه اللحظة هناك جثث تحت الأنقاض في مدينة الموصل القديمة طبعاً الجانب الأيسر أرحم من الجانب الأيمن باعتبار مدينة قديمة بيوت متقاربة وكان سهل أي صاروخ يقع يهدم حي كامل اللي صار والجميع يعلم طبعا احنا باختصار شديد حتى يعني نجيبها من رؤساء حكومات ما بعد الاحتلال مؤتمر إعادة إعمار العراق اللي صار بالكويت واللي تعهدت به دول واللي دفعت به أموال كلها اختفت ولا يوجد شيء ولم تعمر قطعة أرض واحدة أو منزل واحد من منازل مدينة الموصل إعادة إعمار العراق أين هو الإعمار؟ لماذا لم تعمر هذه المناطق؟ لماذا لا يزال؟ أهالي هذه المحافظة وبقية المحافظات المنكوبة جراء العمليات العسكرية لا يزالون مشردين بلا مأوى بعضهم في المخيمات وهناك من لجأ إلى محافظة أخرى لأنه لا يستطيع العودة إلى منطقته بسبب الميليشيات وجرف الصخر مثال على ذلك كل هذه حدثت في زمن حيدر العبادي وطبعا حيدر العبادي سلم المنصب إلى عادل عبد المهدي والثاني سلم المنصب بعد ارتكاب مجازر في العراق إلى مصطفى الكاظمي وسيسلم الكاظمي إذا استمر الوضع على ما هو عليه الدفة إلى شخص آخر سيأتي بقصة جديدة ربما يعني تدور أحداثها في العراق طبعا بالأدوات الإيرانية الموجودة في العراق حكومات ما بعد الاحتلال السيدة أم محمد من ديالة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد عيني احنا بس احنا نريد ننبه على الشغلة اللي بالحكومة او بالشيعة نعم. هم المقاطرين يعني نريد نحكي على الحلبوسي هذا السن اللي موجودين اللي ما سووا لمناطقهم اي شيء نعم يعني ليش ولدنا جاي يذبحون المتظاهرين ناس جاي تلحقهم وتقتلهم والله يعني قلوبنا جاي تقطع عليهم هذول مو شبابنا بعمر الولد نعم يعني احنا اهل ديال احنا وياهم ونناصرهم وندعيهم ان شاء الله الله يحفظهم ان شاء الله وعملنا الاخير بهاي الحكومه نعم اذا تحفظ كل شيء ما سوى نقر على العراق السلام نعم يعني لا انتخابات نزيهة ولا قتلت متظاهر القدم ولا ما يقدر كل شيء يسوي عقب قيدته نعم سيدة أم يعني محمد تفضلي تفضل كملي فكرتك يا أم محمد فكرتي يعني احنا عملنا بس يعني بأهل البيت وبالمتظاهرين اللي مسجنهم بالناصرية حياهم الله إن شاء الله والنجف والبصرة الله يحميهم إن شاء الله ويحفظهم شكرا جزيلا سيدة أم محمد من ديالة معنا السيد محمد من الموصل تفضل يا محمد من الموصل السيد محمد موجود محمد من الموصل يبدو أنه هو غير جاهز يعني طيب أكو أحد المشاركين على الواتساب حقيقة فيها رسالة عتب يبدو يقول السلام عليكم أبو علي النجفي من لندن جاي أتصل مشغول بالنسبة للكاظمي كذاب ومراوغ ودجال كل شيء ما يفعل فيا ثوار العراق الأبطال عليكم بالثورة دافعوا عن وطنكم وأنفسكم من الميليشيات والأحزاب والاحتلال الإيراني الإرهابي المجرم القاتل الكاظمي حرامي ومجرم من هاي العصابات من العصابات والأحزاب وطبعا يعتب أن يقول أنا دخابركم كله مشغول ليش تخلون رقم هاتف في لندن يعني شنو لا يعني هذا حقيقة وفي تجاوز سيد أبو علي النجفي احنا المرة اللي فاتت أيضا وحضرتك قرأنا رسالة وكان فيها عتب الأرقام موجودة والجميع دا يتصل ويعني اليوم ما شاء الله عدد كبير من المشاركين بالبرنامج احنا يعني مو كذابين مثل الكاظمي لا احنا يعني الأرقام موجودة والكل بيقدر يشارك والكل يقدر يتواصل ويانا وحضرتك يبدو تحاول اعتقد بسبب كون الخط
أيضا هناك من يستخدمه طبعا من المتصلين مشاركة من خلاله، وبالتالي حضرتك تخابر ماذا تحصل. حاول بالمرات القادمة غير الرقم، خابر على رقم آخر، يعني احنا عارضين أربع أرقام عندنا ما شاء الله، يعني انت تخابر على البريطاني ماذا تحصل، تصل على آخر. عموما بالنقطة الأخيرة كلامك مردود عليك، في الباقي أنا أشكرك. نقرأ فيما تبقى من وقت الرسائل الواردة. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، تحية لقناتكم، نطالب قناتكم بالمناشدة بالعفو العام وتبييض السجون، أبناءنا تموت في سجون الظلم لأن الوباء انتشر داخل السجون، يعني الحكومة ما تخاف على أرواح السجناء؟ زين السجناء مو بشر، كل الدول أعطت عفو عام إلا الحكومة العراقية حاقدة، وكثير من السجناء فقدوا حياتهم بسبب التعذيب، نطالب بالعفو العام لا للموت الجماعي في السجون العراقية. في طبعا هناك من يحاول الاتصال عن طريق الواتساب، وهناك من يحاول إرسال مقاطع أو صور، معذرة الواتساب يعني غير مؤهل لعرض الرسائل أو استقبال الاتصالات المصورة، الموضوع فقط يقتصر على الرسائل المكتوبة. في رسالة: أتمنى قراءة رسالتي، نطالب بالعفو العام الشامل للجميع، كافي ظلم يا كل الحكومة، وينك يا مصطفى الكاظمي يا محمد الحلبوسي. يقول طيب أنا أقرأها مثل ما مكتوبة، لكن هو كلام غريب صراحة أن يكتب بهذه الطريقة. عموما يقول صاحب الرسالة: نحمل هيئة علماء المسلمين والمرجعية وشيوخ العشائر والحكومة العراقية أي شيء يصير على أولادنا، كافي ظلم، كورونا دخلت السجون والحكومة تتكتم عن الموضوع، يا شيوخ العشائر أنتم فقط شيوخ العشائر بالاسم، خافوا الله. أتحفظ على موضوع أنه إدخال هيئة علماء المسلمين بطرف مع الحكومة في العراق، هذا الموضوع أتحفظ عليه. موضوع المرجعية وشيوخ العشائر، نعم هناك هم داخلين أصلا في إطار واحد، لكن هيئة علماء المسلمين هي مناهضة للعملية السياسية في العراق، رافضة لما يحدث في السجون والمعتقلات العراقية، تناشد وتندد دائما وترفع صوت المظلوم المعتقل الذي يعذب داخل السجون والمعتقلات. من المجحف حقيقة بحق هيئة علماء المسلمين أن توضع في خانة واحدة مع حكومات ما بعد الاحتلال، وكذلك مع المرجعية صراحة، لأنه المرجعية دورها سلبي في قضية المعتقلين، لكن هيئة علماء المسلمين تناشد، وحقيقة دائما ما تخرج بالتقارير والتوثيقات لتأكيد ما يحدث في سجون ومعتقلات الحكومة والميليشيات داخل العراق على يد هذه الحكومات. فيعني هذا فقط للتوضيح. الوقت في دقيقة واحدة. السلام عليكم أخوي محمد، أنا أم محمد، تعرف العراق ما يراد بس. طيب يعني سيدة أم محمد، النظام السابق نظام انتهى خلاص، عفى عليه الزمن، احنا نقول دول اللي اجوا بعد الاحتلال اللي وعدوا العراقيين خير، وينهم؟ وين هذا الخير؟ هذا السؤال. اسماء عبد الله: باختصار ما يفك الحديد الا الحديد، محتاجين جيش يعيد البلد ويرجع من هذا الظلم. انا اشكرك يا اسماء. وصلنا الى ختام حلقتنا. قبل الختام ننوه مشاهدينا الكرام ان تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة امام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الان ضبط اجهزتكم والانتقال الى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا الى ختام حلقتنا، اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، والى اللقاء.